إذن إذا كان النبي بشير ونذير، النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يبشر وينذر، طيب ليش لقوم يؤمنون وهو بشير ونذير؟ علما للناس كافة، النبي مبعوث للأبيض وللأسود، ها؟ لكل أحد النبي مبعوث، ولذلك اللي يتخلف عن إطاعة النبي نعتبره متخلف عن أمر السماء ونحكم عليه بالكفر. جيد، فإذا كان كذلك ليش لقوم يؤمنون؟ ليش الآية تقول لقوم يؤمنون؟ أنا أبين لك شنو السبب، ليش خص المؤمنين؟ المؤمن كأنه عنده استعداد لقبول التوجيه والنصح، يعني مو المقصود المؤمنين يعني المسلمين، لا، المقصود قوم يؤمنون، لقوم يؤمنون يعني لقوم يعتقدون يرتبون أثر على قولك. أنا أحتاج أن أضرب لك مثل شوي حتى المعنى يصير قريب إلى ذهنك. كأنه أكو نوع من الناس أنت لما ترشده تقول له هذا الضرب خطأ وهذا الضرب صح يؤمن، لأن واثق أنك أنت تحمل مؤهلات، واثق أنك تريد نصيحته، واثق أنك أنت ما تريد تتلاعب بفكرة فيطيعك، يطيعك. وأكو واحد لا والله مع وجود هالشروط ما يطيعك أبدا، يأبى